السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استفسار الذي ورد إلينا. أنا أستخدم أقراص لتنظيم ضربات القلب وأدوية أخرى للسكر. متى يمكنني شرب الماء الساخن؟ قبل شرب الأدوية أم بعد؟ أرجو توضيح. أول شيء، العلاج بالماء الساخن علاج طبيعي، بالتالي يؤدي إلى تفاعلات سريعة عندما يدخل هناك علاج آخر، لكن في نفس الوقت بحيث أن لم نملك الصلاحية، لأن هذا ليس من اختصاصنا فيما يتعلق بالوصفات الطبية من خلال العلاج من خلال العقاقير الطبية، هذا خارج اختصاصنا. لكن لابد أيضا نوضح ما هي الأثار السلبية نتيجة خلط بين الاثنين، حتى هذا بإمكانكم ترونا في المعامل المختبرية. المواد الكيميائية تتفاعل مع الماء وسخونة الماء. الماء لما يكون ساخن يكون فيه طاقة، يعني اللي هو الحرارة مصدر للطاقة، مع ارتفاع حرارة الماء يعني يصبح أكثر سخونة، كلما كان تفاعلات من ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين في الماء مع ارتفاع حرارته سخونته، وبالتالي يؤدي إلى تفاعلات أي مواد تدخل فيها. وبالتالي الشخص الذي يطبق برنامج تناول مساخن الطريقة الصحية والعلاجية لتناول مساخن، عندما يستخدم أي علاج آخر قد تحدث تفاعلات سلبية كما أسلفنا قبل قليل. ولذلك لكون أن الماء الساخن يعمل على تصفية الجسم من السموم، وكون الأدوية تحمل هي مصنوعة من المواد الكيميائية، هي تنفع من جانب واحد، لكن في نفس الوقت الشخص الذي يطبق العلاج بالماء الساخن قد يحدث هذه التفاعلات الكيميائية من المواد الكيميائية الناتجة من الأدوية وتتفاعل مع الماء الساخن، وأحيانا قد تحدث أثار سلبية، وهذه الأثار السلبية ليس من الماء الساخن بل منها هي المواد الكيميائية الموجودة في الأدوية. وأيضا حتى دليل آخر، الشخص الذي على سبيل المثال يستخدم أو يتناول الكحول، مشروبات الكحولية، لا يستطيع من سبع مستحيلات يواظب على برنامج الماء الساخن. أو الشخص الذي يدخن بكثير لا يستطيع يخلط بين الاثنين، بين برنامج تناول الماء الساخن والتدخين، لأن الماء الساخن يعمل تصفية، فالتدخين فيه مواد كيميائية هي اللي نسبة عالية من النيكوتين، وهذا مؤثر جدا ومعروف وبسبب مرض كثيرة حتى بما فيه سرطان الرئتين. لذلك يعمل الماء الساخن على حيمات الجسم، وبالتالي تصفية السموم الموجودة في الأدخنة، وبالتالي في السيجارة أو الكحول أو المخدرات وما شابه ذلك. حتى مشروبات غازية، الشخص الذي يستخدم مشروبات غازية، المشروبات الغازية مكونة من مواد كيميائية ومواد ضارة، ذلك يعمل على تطهير الجسم وبالتالي حتى الأدوية. لكن لكون الأدوية هذا جانب يقع ضمن المتخصصين أطباءها ومرخصين، وبالتالي عندما الطبيب يوصف الدواء للمريض هذه الوصفات الطبية أن لازم استخدامها، هنا في هذه الحالة ننصح بشدة، وهذه ملاحظة مهمة جدا جدا نتيجة لحالات حدثت وأمامنا حتى حدثت هذه الحالات. شخص يكون مثلا مريض ويتابع الوصفات الطبية العقاقير الطبية ويشرب الماء ساخن، يتناول ماء ساخن مباشرة بعد الدواء أو قبل مباشرة، تحصل تفاعلات، يعني شخص يشعر بشعور ما طبيعية، يعني مثلا فقدان، يشعر مثلا يشعر كأنه يفقد الوعي ويشعر مرفض الألم، زيادة الألم وما شابه ذلك، يعني
وبالتالي حتى لو يرجع للطبيب ما بيقول الماء الساخن هو السبب لهذا، يعلم مباشرة الطبيب لأنه متخصص، يعلم أن هذه الأدوية هي تعالج أعراض المرض وليس تعالج أسباب الجذرية للمرض، وهذا شيء معروف علميا وثبت ذلك في الغرب وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، أبحاث من العلماء ثبتوا ذلك بأن الأدوية هي تعالج الأعراض، لكن هذا هو المعمول به. وبالتالي لا يمنع أيضا من جانبنا نوضح أيضا هناك في حالة يلزم استخدام العقاقير الطبية ضرورة وضع متسع من الوقت قبل تناول الدواء وبعد تناول الدواء لفترة لا تقل عن الساعة، يعني أقل شيء ساعة، يعني ترك مسافة ما بين تناول الماء الساخن والدواء. ولكن أيضا هنا تلاحظ على كل شخص الذي يتناول الدواء يعلم بأنه يأخذ دواء مفيد لكن النتيجة وجود مادة سامة، أي كأنه بمعنى آخر كأن الإنسان يأخذ سامة يعني سموم ويأخذ دواء، يعني مقصود دواء أساسا فيها شفاء لكن في نفس الوقت مواد سامة، ففيها تسمم، فيها تسمم، تسمم من اللي هي مواد كيميائية من الأدوية. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في اللي هي متاحات خلافات مع شركات الأدوية، إنتاج الأدوية أو جهات حكومية التي ترخص وتنظم هذا الجانب، هذا ليس اختصاصنا. نحن هدفنا بأن كيف يعني للطب الهيكوباثي وما هو فوائده ومصادره وكيف دوره كل ما يتعلق بالأبحاث وتتعلق بكل مكونات الماء الساخن وجميعها الطبيعية وكيف دور للإنسان حفاظا لصحته ووقايته وكذلك شفائه من كل الحالات الصحية المتقلبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.